بنضطر في الاخر نبيع سمك بخساره. سمك لو جالكم رخيص يبقى احسن ليكم مليون في المية. مليون في المية تبيع اكتر وتكسب اكتر. مليون في المية. ما تجيبها ما جالك رخيص ما تخليش الزبون يمشي. لا انا برضه حاسب الزبون جابه فاضي. التاجر بتاع الجملة هو اللي ينزله. انما كان مشي منه عرض وطلب. بتاع الجملة هو اللي ينزل. انا بتاع الجملة بينزل احنا هنا بننزل. انما اللي رفع الاسعار بتاع الجملة. اللي بيباع جملة هناك. بيشتغل بالمية. بيشتغل بالمية كله فايدة دي. انما احنا هنا اوقات تجيبه ما هي اتفاق. او نبعوه. نبقى المستفاد من هو بتاع الجملة. يعني الوقت لما تيجي تروح عشان تنزل الاسعار تنزلها من فوق مش من تحت. تطلع فوق اليوم بتاع الجمله بتاع المزرعه دوت. حتى لو الشاب عنده المزرعه السمك هيكبر وهيزيد فلوس برضه. هو مش فارق معاه يعني. مش فارق معاه هو. بتاع المزرعه. بتاع المزرعه مش فارق معاه. انما يفرق معانا احنا. ايه هو عنده لو حتى قعد مطلعهوش السمك هيكبر هيتباع اغلى من هو صغير. انت بقالك قد ايه في السوق يا حاج؟ انا 55 سنه في السوق. 55 سنه؟ يعني عارف معظم التجار اللي موجودين؟ طبعا. امال ايه؟ طيب الناس حالها ايه؟ وصف لنا حال الناس. هنا تعبانه يا استاذ. انما هناك اللي هم بتوع الجمله هم اللي كل حاجه بتاعتهم. وبتاع المزرعه. بتاع المزرعه قاعد وهو اللي بيقول بيكسب. انما انا ما حدش بيكسب حاجه. يعني الوقف ده علينا احنا مش عليه هو. هو لما يقعد الوقت ما طلعش السمك عنده في المزرعه هيكبر هيسيب. انما احنا لو جبناه هنا ووقف عندنا عن ميته ونجيب له تلج ونجيب له مصاريف كل ده علينا احنا. انما هو المستفاد بتاع الجمله مش احنا. ربنا يهديهم. انا عاوزك. انت شغال في التنظيف صح؟ طيب يعني زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه احنا برضو بننقل الحال قدام حضراتكم في سوق الاسماك في محافظه بورسعيد. ده اقدم سوق في محافظه بورسعيد في حاله ركود كبيره زي ما حضراتكم شايفين. زي ما قلنا من البدايه دور الاعلام، وبركز تاني على هذا الامر، دور الاعلام هو نقل كل الواقع. احنا نقلنا مع حضراتكم اكثر من مره الوضع بتاع حمله المقاطعه. النهارده جينا للتجار علشان ننقل صوت التجار، وعشان التجار ليهم كل الحق ان هم يتكلموا، والمواطن في النهايه او المشاهد في النهايه هو اللي ليه الحق ان هو يحكم. فربنا يهدي الامور، ربنا يجعل كل الدنيا ارخص وافضل، وربنا يهدي كل الناس، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا. اللهم امين.